عن معمر كل ما قاله ملكنا في مصر، عن معمر كل ما قاله ملكنا في مصر أكدت أحداث بنغازي لكل المسلمين. ما فعل حسني مبارك من خراب في شهر حضرة العاهل معمر نفذه في ليلتين. أين أوباما؟ أين أوباما؟ وحطوا تحت هالجملة سطر انتقد حسني عن عورة معمر غض عين. ليش ينقد ذا وعن ذا؟ ما تقل عنده خبر؟ إيه هذا هو سؤالي، وافهموا يا فاهمين، نقد ذا والصمت عن ذا مسألة فيها نظر، ما لها تفسير عندي غير حاجة من اثنين. حسب منطقهم بخاطبهم، نفر يسأل نفر، قرب الساحر لتحرير الحسن رأس الحسين، فالأمر شيء غير واضح. صدقوني يا بشر، مزقوا ثوب الجهالة وقروا التاريخ زين. وهي أن أكثر زعامة الدول هذه صور، خص هل ينعتون سلوب باوشن بالمشين. وهي أن أكثر زعامة الدول هذه صور، خص هل ينعتون سلوب باوشن بالمشين. مثلوا لشعوبهم دور المسيح المنتظر، واتقنوا دور البطولة في عيون العالمين، مثل بشار الأسد وأحمد نجاد وجعفر والأخ القائد معمر غير باقي المرجفين. بل أشك من كل ما يلقون في كل مؤتمر في انتقاد سياسة أمريكا على طول السنين، جاء بأمر من أمريكا نفسها ومحق أمر. لا تقول شلون، هذه فلسفة تبغى فطين، اسمها وشلون تضمن أن وضعك مستقر مع أهالي كل أرض تغتصبها باليدين. ومن أجل تقريب فكرتها لكم بالمختصر، بعتبر نفسي أنا المحتل وانتو الخانعين. من أجل ألا تروا من قبضتي يوما مفر، أو يجي منكم عليكم قائد شهم أمين، ثم أفاجئ فيه يدعوكم إلى الثورة فجر، ثم ألقى نفسي مع الوقت برا الجنتين. أصنع القائد أنا وصوره مغوار حر، أمركم بيديه وأمره في يدي الاثنتين. كل ما ذليت منكم قلت له للخلف در، رح أمام جموع شعبك سبني في كلمتين، وبكذا أضمن ما يجيني من جهتكم أي شر، لأني رضيت الغرور اللي بكم يا ساذجين. لا يزال أخذ اليهود هضبة الجولان سر، لا يزال أخذ اليهود هضبة الجولان سر. ما عرفنا موقعه في جملة الإعراب وين، ودي يسأل بس كيف احتلت الهضبة عصر، كيف ما ثارت ولا طلقة وهلها حاضرين. ايش قال ادعم فلسطين، انذبل بس انذبل، ما دعمت هلك حتى تدعم اهالي جنين. يا لأجساد انتهاوت كهشيم المحتضر، بشر القاتل بالقتل ولو من بعد حين. هندسة زرع الفتن بين القبائل يا غجر، انكشف جلبابها عن وجه شيطان اللعين. دنت الساعة يا عمار وانشق القمر، البرى مردود والعربون زين العابدين. زمرة ترقص على حمر الجثث رقصة نور، زمرة من طاح منهم في لعنت الوالدين. ها هم قد أصبحوا أعجاز نخل منقعر، شعلة التغيير توقدها جباه المخلصين. يا شعوب أنشزت مثل الجراد المنتشر، نشوة التغيير قد تعمي عقول الجاهلين. أربعة أشياء لا يمكن ولو حج البقر أن أصدقها وتكذيب بها جاء عن يقين. أربعة أشياء لي في وضعها وجهة نظر، لن بعض الظن زين كان بعض الظن شين. لا تصدق إن إيرانا وحفنة يزدجر في خلاف مع أمريكا لو تلاقوا فرقتين، ولا تصدق أن حزب الله تعباد الحجر في خلاف مع بني صهيون والخاف بيبين، ولا تصدق أن معمر غيرهم والحق مر صور ثم تختلف عنها اثنين السابقين. وما على صهيون من بشار بن حافظ خطر، أطقع شوي واسألوا سكنا حماة الصامدين. لو منهم خوف راح وراحت الملا عمر، حركوا حلف الشمال الأطلسي في لحظتين. الهرم ماسون وصل المستوى الثالث عشر، والعرب في قمقم والجهل المركب قابعين. هيكل فرسان هالرهبان شيطان حضر، مسرحية خطها آشر ونفذها كهين. رؤيتي كونتها باسمي وأنا شاعر مضر، من بعد كم عام في تحليل واقعنا الحزين. يمكر الأعداء في تفتيت أمتنا مكر، ويمكر الله بهم والله خير الماكرين. وسلامتكم.